السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم فيزياء مرشحات أو تلخيص فيزياء للصف الثالث متوسط. وصلنا الفصل الرابع، البطارية والقوة الدافعة الكهربائية. راح نحل المسائل، وهذا الفصل كله محذوف، يعني بس بي ورقة واحدة، يعني بس آخر ورقة. الفصل هذا شبيه كله محذوف، كله حذفته وزارة التربية، بس يعني صفحة 89 هذه داخلة، راح أأشر لكم إياه، يعني ما تسوى أكتبها بورقة. الفصل الرابع كله محذوف. هذه مميزات البطارية وقود الهيدروجين، حفظوها، 4 نقاط. شنو السؤال؟ ما هي مميزات بطارية وقود الهيدروجين؟ القوة الدافعة الكهربائية تعريفها هي مقدار الطاقة التي تزودها البطارية لوحدة شحنة كهربائية EMF للبطارية. وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية الجول على كولوم، وتساوي الفولت. بس هذه يعني هذه وتعريفها. هيا نجي على المثال صفحة 90. هذا المثال أيضا راح أشرحه هسه، راح أشرح هذا المثال وحل المسائل. يلا يوم هذه ما بيها شيء. انسابت كمية من الشحنات الكهربائية كيو مقدارها 10 كولوم خلال بطارية، فاكتسبت طاقة مقدارها 20 جول. احسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية، اي الطاقة التي يكتسبها الكولوم الواحد. يلا يوم نبدي المثال، مثال صفحة 90. مطيني الشحنة، ومطيني الشحنة، مطيني اياها شقد؟ الشحنة مطيني اياها 10 كولوم. عيني الطاقة يعني الشغل مطيني اياها 20 جول. الشغل 20 جول. يقول احسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية، احسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية. الحل يبدي منه، اقول القوة الدافعة الكهربائية، القوة الدافعة الكهربائية تساوي لنا الطاقة المكتسبة، الطاقة المكتسبة على من؟ على كمية الشحنة. الطاقة المكتسبة على كمية الشحنة. زين، بما أن القوة الدافعة الكهربائية مجهولة، إذن أنزلها. خلينا نكتب على إنجليزي EMF، يعني بالإنجليزي يساوي لنا W على Q. EMF ينزل يساوي لنا زيادة W، القوة الدافعة لهذا الشغل مطينية 20 20، يعني وزيادة كمية الشحنة 10. الصفر ويا الصفر يروح، EMF يساوي لنا 2 فولت. هذه القوة الدافعة الكهربائية. زين هسه شنو نسوي؟ أسئلة الفصل كلها حذف، أسئلة الفصل الرابع كلها حذف، بس ذن المسألتين المسائل داخلات. خلينا ناخذ نشرح المسائل. أولا احسب مقدار الشغل المبذول على شحنة متحركة مقدارها 2 كولوم في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية قوتها الدافعة الكهربائية EMF تساوي 1.5. يلا عيني مسائل مسائل أسئلة الفصل صفحة 92. السؤال الأول يقول احسب مقدار الشغل، إذن يا هو المجهول؟ الشغل. من المجهول؟ الشغل. يعني شو اقول؟ القوة الدافعة الكهربائية، هاي شلون اعرفه؟ يعني يريد قوة دافعة، يريد قوة دافعة الكهربائية
وهذا يعني مطيني القوة الدافعة الكهربائية بالسؤال، ومطيني يعني وبيها شغل وبيها الشحنة. إذا هاي قانون القوة الدافعة الكهربائية. شو أقول؟ القوة الدافعة الكهربائية EMF يساوي لنا W على Q، يعني الشغل على الشحنة. قوة الدافعة الكهربائية بما أن الشغل مجهول، إذا طرفين بوسطين، أقول W يساوي عن W يعني الشغل، EMF في Q. W يساوي لنا شقد القوة الدافعة الكهربائية؟ القوة الدافعة مطيني 1.5 فولت في الشحنة، شقد مطيني إياها؟ 2 كولوم. W يساوي لنا 1.5 في 2 يعني 15 عند الضرب، يعني أحذف الفارزة، 15 في 2 30، وبعدين أعين الفارزة ويساوي لنا 3 جول، يعني الصفر تنحذف إذا من اليمنى. هذا السؤال الأول 3 جول. زين، المسألة الثانية، مقدار السؤال الثاني، مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية 12 فولت ومقدار الشغل تزوده البطارية لتحريك الشحنة 120 جول. احسب مقدار الشحنة. شوفوا هذا عكس السؤال الأول. السؤال الأول مطين الشحنة ويريد الشغل، هسه هذا بالعكس، الشغل يعني الشغل مطين إياها، الشغل مطين إياها ويريد الشحنة. إذا شو أقول السؤال الثاني؟ شو نقول السؤال الثاني؟ أقول القوة الدافعة الكهربائية EMF يساوي لنا W على Q. زين، Q يساوي لنا W على EMF. ليش؟ لأن عندي الشحنة مجهولة، ما نسوي طرفين بوسطين، الشحنة مجهولة تنزل. إيش قد W؟ الشغل مطين الشغل 120 جول، والقوة الدافعة الكهربائية 12. خلينا هنا لما يكفي 120 على 12، هاي بيها واحد، هاي بيها واحد، وهاي 10. إذا Q يساوي لنا 10 كولوم، وحدة قياس الشحنة كولوم، أي وحدة قياس الشحنة كولوم. هاي عيني مسائل الفصل الرابع السؤالين والمثال، وأشرنا الصفحة اللي داخلة بالتقليص. إن شاء الله التوفيق يا ربي.